أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم لله التكبير. اقرأ
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.